اهلا بيكم. بلا شك الولادة يعني تجربة إنسانية مذهلة، واللي احنا شفناه ده هي مخيفة. يعني الرجل عندما يحضر الولادة لزوجته هو بيخرج بهذا التعبير، وفي مدونات أدبية كبيرة جدا وكلام أدبي كتير جدا للناس بقى اللي عندها مهارة الكتابة، حكوا مشاعرهم وأحاسيسهم، سواء في الستات طبعا بيقدروا يكتبوا بشكل دقيق جدا، والرجال اللي بيحضروا يعني أو بيقوموا بحضور أو بيشتغلوا في المجال ويقدروا ينقلوا إحساس الفعل، يعني هي لفتة إنسانية مهمة جدا. لحظة الميلاد لطفل ووجوده في الحياة دي لحظة مهمة جدا، لكن هي طول عمرها مرتبطة بالألم ومخيفة جدا لكتير من الستات على فكرة. برضو بيني وبينكم يعني في أفلام ويعني دراما كتيرة اتعملت على فكرة إن البنت خايفة تتجوز لساعة الولادة لا قدر الله، تعاني معاناة شديدة جدا وتتعرض إلى إجهاد شديد للغاية. يمكن كلكم فاكرين فيلم لصباح محمد فوزي، الفيلم ده كان بيحكي القصة دي، وزي إن أبوها كان خايف عليها من أي راجل مش عايز تتجوز خالص لأنه خايف يفقدها كما فقد أمها في وقت ولادتها. قصة مثيرة جدا ديت، متكررة في أذهان الكثيرين جدا. وهنا جاء مصطلح مهم هنتكلم فيه النهاردة علمي، هي الولادة بدون ألم أو الولادة من غير ألم. تعالوا بقى نفهم إيه الكلام دوت وعلمين وإيه قيمته وإزاي بيتم مع ضيفي العزيز وغيره. طبعا من المواضيع المهمة جدا في عالم النساء وتأخر الإنجاب ضيفي العزيز الاسم المتميز للغاية هو دكتور محمود رأفت، المدرس المساعد لأمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب بكلية الطب جامعة الأزهر، وأخصائي الحقل المجهري مركز الكوثر ومركز النيل، مدير مركز دكتور توائم. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم نور. الله يخليك. أنا عايزك الأول نبدأ بالولادة بدون ألم. أولا قبل ما أتكلم أنا سعيد جدا بتواجدي مرة أخرى مع حضرتك. أشكرك. وفي منصة إعلامية كبيرة زي القاهرة والناس، وبرنامج أنا شخصياً بعتبره من أنجح البرامج الطبية والعلمية اللي بتفيد السادة المشاهدين عموماً. لو اتكلمنا في موضوع النهاردة عن الولادة بدون ألم، دي يعني الحمد لله نقدر نقول ثورة طبية في عالم الجراحات النساء والتخدير مع بعض، إن إحنا قدر المستطاع مش بس بنعمل عملية، مش بس الست بتولد وخلاص، لا، زي ما حضرتك تفضلت وقلت دي لازم تكون ما تكونش ذكرى مرعبة، ما تكونش حاجة بتخوف، لا، لازم تولد وتكون الحاجة دي حاجة كويسة وتفتكرها بالخير، ما تتعذبش فيها، ما تكونش خايفة منها، نخليها فعلا اللي احنا دايما بنقول الطب الولادة تطلع بجود وفيتو ماتيرنال اوتكام. لازم يكون البيبي كويس والأم كويسة والأم ولدت وهي مرتاحة مش متعذبة. فالولادة بدون ألم نقدر نقول ليها تقنيات كتيرة، أكتر من تقنية، أشهرها ما يسمى بالتاب بلوك والبي سي اي اللي اختصار ترانس أبدومينس بلين بلوك، ترانس فيرسوس أبدومينس بلين بلوك، والبي سي اي اللي هي بيشنت كنترول أنالجيزي. هنتكلم خلال البرنامج إن شاء الله يعني باختصار عن كل حاجة منهم وإيه ميزاتهم وإيه فوائدهم وايه الاثار الجانبيه اللي قد تحدث منهم ان شاء الله. ان شاء الله. ايه الفرق بقى بين تاب لوك وبين البي سي اي؟ بس عايزين نفهم الناس بالراحه لانه ده احنا بنتكلم في التخدير، يعني واحده من اصعب المواضيع اساسا. والحقيقه مظلومين يعني زملائنا في التخدير، ظلم كبير. تمام. لا احنا نحاول نوصلها بطريقه مبسطه. التاب لوك عباره عن مشاركه ما بين الطبيب النساء والتخدير، بنعطي للسيدة في جدار البطن بعض الأدوية المعينة اللي بتعمل بلوك، بتوقف الأعصاب اللي بتوصل الإحساس في المنطقة دي، منطقة البطن، فتخلي السيدة لفترة أثناء العملية وما بعد العملية لساعات والأيام بيكون الشعور بالألم غير موجود، يتلاشى. وعشان كده بنسميها ولادة بدون ألم. يعني طبعا مش هنقول بنسبة 100% عشان نكون واقعيين، ولكن نسبة كبيرة جدا تخليها تقدر على الأقل تقوم بأنشطتها اليومية بالاهتمام بنفسها، بالتغذية السليمة للجنين للطفل بعد الولادة،
بدون ما يكون الكلام ده مؤرقها. يعني تلاقي الواحدة الست مثلا والدة وطالعة ماشية على رجلها، تاني يوم بتتمشى في البيت وتعمل وتروح وتيجي كده، فده اللي اسمه التاب بلوك. طيب البي سي اي عبارة عن جهاز كده يعني شبيه بالبوت الصغيرة كده، ليه أحجام مختلفة 100 ملي 200 ملي، بنضع فيه بعض الأدوية التي في نفس الوقت نفس زي التاب بلوك بتمنع الألم، ولكن ده طريقته ان ما تكونش لوكال، ما تكونش حاجه بنحقنها كده في البطن، لا بتكون زي الكانول كده متعلقه في الوريد، وبيطلع دوزس وبالسس معينه بكميات معينه في كل وقت، مثلا كل 5 دقايق بينزل كذا ملي. طب ايه بقى، احنا قلنا بي سي اي بيشنت كنترول، دي فين دور المريض هنا في التحكم؟ الاحتمال الالم ده بيختلف من شخص للتاني. مثلا في سيده الم بسيط كده بيعدي بتتلاشى، لا في الالم البسيط ده ممكن ياثر سيله ثانيه، فاحنا اديناه التحكم بزرار كده، بتاكد زرار بتدوس على الجهاز كده بينزل جزء معين بدوز معينه ثانيه اضافيه تمنع الالم بتاعها، ولكن برضو في حدود معينه الجهاز مصمم ان ما تنزلش كميات كبيره، يبقى ليها اثار جانبيه تؤثر على الصحه العامه للمريض. فده باختصار وبطريقه مبسطه الفرق بين التاب بلوك والبي سي. هل كل السيدات يصلح لهم النوعيه دي من التقنيات؟ يعني نقدر نقول بنسبه كبيره جدا جدا يصلح لكل الستات، ولكن بعض الناس اصحاب الاورام او الامراض المزمنه واللي عندهم حساسيه لبعض المواد دي، هي نقدر نقول ما ينفعش معهم الطرق دي، ونقدر نتلاشاها ونستبدلها بطرق اخرى لتخفيف الام ما بعد العمليه. احنا عندنا نوعين من الولادات، ولاده طبيعيه تمام داخل البيرث كانال، او ولاده قيصريه تمام. مين النوع المناسب؟ طبعا حديثا الحمد لله احنا بنقدر نخلي الطريقتين او الولادتين بنستخدم معهم الطرق الولاده بدون الم. يعني الولاده القيصريه طبعا بنستخدم فيها البي سي والتاب بلوك، وعرفنا الفرق ما بينهم. الولاده الطبيعيه برضو ليها بعض التقنيات الحديثه اللي زي الابيتيورال، عباره عن قسطره كده بيركبها دكتور التخدير في المريضة، بتطلع برضو بتنزل دوزز معينة من مسكنات، بتخلي يبقى الكونتراكشن الطلق شغال، وفي نفس الوقت الست مش حاسة بالألم ده. ونقدر نسيب القسطرة دي فترة بعد الولادة اللي بيكون فيها ممكن الألم لسه موجود. فكده نقدر نقول إن الولادة الطبيعي والقيصري موجود فيهم الموضوع ده، وده ليه فايدة طبية تانية. يعني دلوقتي الست مثلا اللي بتفضل الولادة القيصري بتقول مش عاوز أحس بألم وعاوزه اولد قيصري عشان مجرد بس ما تحسش بالم، لا يا مدام احنا دلوقتي وفرنا لك الولاده الطبيعي وبرده بدون الم. وده انت حضرتك عارف ان توجه منظمه الصحه العالميه ووزاره الصحه في مصر ناحيه الولاده الطبيعي بسبب المشاكل اللي ظهرت من القيصريات. فاحنا كده بنساعد ان احنا طبيا بنفيد المريضه سواء لصحتها، وفي نفس الوقت ان ما تحسش بالالم وهي اللي محتاجاه بنعمله. في عمليات تانيه اخرى في عالم النساء يستفيدوا من النوعيه دي من الاساليب التخديريه؟ طبعا احنا نقدر نقول ان الولادات دي يمكن اقل العمليات الما، لا في عمليات تانية كبرى. مثلا قلنا مثلا الهستريكتومي استئصال الرحم او استئصال الاورام او الاستكشاف، كل دي بيبقى ليها الام شديده بعد العمليه، فنقدر نستخدم معها سواء البي سي اي او التاب بلوك او انواع التخدير المختلفه اللي بتخفف في الالام. وده طبعا حاجه مهمه جدا، حتى بعض الزملاء برضو استحدثوها في العمليات الاخرى سواء في الجهاز الهضمي سواء في الاورام سواء في الجراحات، بنقدر نستخدم فيها الاساليب الحديثه في تخفيف الام ما بعد العمليات. هل ادويه بس هي اللي تقدر تخفف الالم؟ هو سؤال جميل جدا من حضرتك. نقدر نقول ان تخفيف الالم ده ليس فقط ادويه، احنا نقدر نبدا من الاول خالص من اول اختيار عمليه. بمعنى انا دلوقتي عندي ست هتعمل مثلا استئصال رحم، لو اتبعنا الطرق التقليديه ان احنا بنفتح البطن ونطلع الرحم ونخيط ونعمل كل ده بيعمل الام شديده جدا، حتى لو استخدمنا الادويه يعني بتخفف ولكن ما زال في الم. طب لو استخدمنا بقى فتحه صغيره مليمترات اللي هو استئصال رحم عن طريق المنظار، كده غيرنا طريقه العمليه نفسها، فخففت الالم، فخففت الفترة تقدر المريضة هتفضل تعبانة فيها، تقدر بعد العملية دي بساعات بتمارس أمورها العادية بارتياح. الخطوات نفسها احنا مثلا واحنا بنعمل بنستخدم خيوط معينة ما تتفاعلش مع الجسم،
بتقلل التفاعلات في الجسم، بتقلل الألم. التعقيم بيخلي الجرح متلوث، ما يخلي الدنيا تحصل هيلينج سريع، ده بيخفف الألم. فإذا ليس فقط الأدوية ولكن طريقة اختيار العملية وخطوات العملية ومتابعة ما بعد العملية بيخفف أيضا من آلام العمليات أو الولادة عموما. عندنا قضية مهمة جدا، قضية المنظار. إذا المنظار واحد من الأساليب التي تقلل الألم، صح كده؟ تمام فعلا. المنظار ده يعني ثورة طبية أقدر أقول إن ربنا أنعم بينا عليها، سواء منظار البطن أو منظار الرحم. أتكلم عن الشق الخاص بالنساء طبعا، المنظار برضه في كل المجالات الطبية ثورة حاليا، ولكن بالنسبة لنا إحنا كدكاترة النساء استخدام منظار البطن أو الرحمي بالذات بيخفف آلام كتيرة خالص وبيمنع مشاكل كتيرة في العمليات النسائية. ده فيما يتعلق بأن المناظير واحدة من أساليب التعامل مع مشاكل النساء. تمام. يعني حضرتك حديثا المنظار الرحمي أو الهيستروسكوب ده حاجة بسم الله ما شاء الله حاجة عجيبة. أنت دلوقتي تبقى الست عندها مثلا لحمية داخل الرحم أو لوفة داخل الرحم، زمان كنا عشان نشيلها بنعمل إيه؟ بنفتح البطن ونفتح البطن ونفتح الرحم ونطلع وشغلانة. لا، دلوقتي الهيستروسكوب المنظار الرحمي قطره لا يتعدى مليمترات، والشركات بتتسابق انها بتقلل سمك الهيستروسكوب المنظار الرحمي. بندخل به من الاوبننج العاديه من عنق الرحم بدون اي فتح نهائي ولا غرز نهائي، ندخل به جوه الرحم، بنعمل به كل اللي احنا عاوزينه، نشيل لحميه، نشيل لوفه، نشيل حاجز رحمي، نشخص به مشكله. يعني حاجه ثوره فعلا. المنظار الرحمي ده من ضمن مزاياه ان هو بعده ما يعتبر مفيش الم نهائي، انت حتى مش محتاج مسكن. احنا في بعض الحاجات في حاجه اسمها اوفيس هيستروسكوب، يعني منظار بدون تخدير اساسا، تكون المريضه صاحيه وشايفه ومش حاسه لانه داخل من المكان الطبيعي اللي ما بيحصلش منه الم. دايما السؤال يعني المناظير، هل المرضى بيستوعبوا قيمتها ولا لسه برضو بعض الناس؟ لان ممكن تلاقي مريضه تيجي تقول لك لا اعمل لي عمليه باشا، يعني اوبن دكتور بعد اذنك، لان المنظار ده مش هيشيل الورم بالكامل مثلا. تمام. فعلا الثقافه الطبيه في المنطقه دي بيها بعض النقص شويه. فعلا هم بيتخيلوا ان احنا بندخل بالمنظار عباره عن حاجه قالت شفط بنشفط كده، ولكن المشكله ما زالت موجوده. لا بالطبع الكلام ده خطا تماما. المنظار قد يقوم بافعال ما نقدرش نفعلها مع الاوبن، مع الجرح المفتوح. احنا لما نيجي بنشيل كيس مثلا في سيده مثلا او في بنت لسه ما اتجوزتش بالمنظار البطن، ده بيمنع عنها مشاكل فيما بعد، الالتصاقات والتجمعات، بيحسن ظروفها من ناحيه الخصوبه ما بعد الجواز، بيقلل الاثار المترتبه والفتره اللي هتقعد فيها في البيت من التعب. المنظار بيعمل حاجات في بره دلوقتي بيستخدموا حاجات في عملية الأورام الدقيقة جدا، بيشيل الليمف نود من أماكن معينة دقيقة ما تقدرش توصل لها أنت بنفسك لو أنت فاتح الجرح. فالمناظير فعلا محتاجة توعية أكتر وثقافة أكتر ونشر أكتر، حتى على مستوى المستشفيات الحكومية عاوزين ندخل المناظير دي وحدات المناظير، وبالفعل بدأت الدولة توفر في بعض المستشفيات. دي حاجة فعلا ثورة علمية وطبية كبيرة جدا. الولادة بدون ألم، هل ترى أنه ترم يعني وصلت الثقافة فيه ولا لسه في برضه قصور؟ هل المرضى او المريضات يعني اقبالهم عليه ده شيء مطلوب ولا برضه الدكتور هو صاحب القرار في النهايه؟ هو نقدر نقول هي مسؤوليه مشتركه. يعني حديثا نقدر نقول فعلا بدات السيدات تطلب وكده، ولكن بعض الناس ما زالوا متخوفين، يعني بيفتكروا ان دي حاجه ادويه ضاره ممكن تاثر على الجنين، ممكن تاثر على الام، ممكن لا. الموضوع محتاج توعية أكتر، ومحتاج إن السيدة تطلب بنفسها، يا دكتور أنا هعمل عملية كذا وكذا، من حقي إن ما أحسش بألم، من حقي إن أكون أعيش تجربة سعيدة، تجربة الولادة دي، من حقي أعمل عملية ما أحسش بالألام الرهيب اللي بعدها. والدكتور برضه بدوره بيفهم على الفكرة، يا مدام إحنا ممكن نعمل كذا وكذا وكذا، ده بيخفف من ألام كذا، أنا كدور بشرح لك محتاجة كذا وكذا، وبشرح لك إن ليه آثار جانبية ولا ملوش، وانا كطبيب لازم اختار الطريقه المثلى للعلاج بدون الم، هل دي يناسبها اصلا التاب ولا يناسبها البي سي اي ولا يناسبها الدورال ولا. فطبعا دي مسؤوليه مشتركه وتحتاج لتوعيه اكتر ونشر اكتر، لان فوائدها ليست فقط زي ما قلت حضرتك مجرد الم، لا ليها فوائد ثانيه. انت لما الست مثلا تخف الالم
تاني يوم هتتحرك على رجلها، هيمنع التجلطات، هيمنع الامبوليزم الكلام ده، هتقدر تقوم بتاخد الادويه المناسبه، تمنع العدوى للجرح. فليه فوائد طبيه ليس فقط مجرد الم، ولكن ليه فوائد اخرى ايضا. ما يعملهاش صدمه عصبيه يعني، انه ممكن الالم شدته في حالات معينه يخلي البنت تمر بتجربه يسموها بتجربه سيئه. تمام. فالتجربه السيئه دي تنتظر الولاده القادمه برضو بتخوف شديد. نفس التخوف ده بيوصل لبعض دكاتره الاطباء النفسيين بيقولوا ان في حاجه اسمها بوست بارتم سايكوزس، يعني يوصل لها لدرجه من الحالات النفسيه، انا وليدت المره فاتت ومش عاوز احمل تاني، مش عاوز اقول تاني. بتحصل العلاقه الامومه اللي ما بين الام والطفل بتبقى مش سويه، انت كنت سبب ان انا تعرضت لازمه كذا وكذا. فالموضوع فعلا ليس مجرد الم، لا ده طبيا مطلوب ان الست تمر بتجربه سعيده عشان حتى فيما بعد يكون قرارها سليم وما يكونش مشوش بسبب الالم. يكون قرار سليم في الحمل والولاده. تمام. عشان وطريقه الولاده. ممكن جدا ترفض الحمل والولاده بعد كده تماما بسبب مرورها بتجربه الالم. هو زي ما حضرتك ممكن تختار انا عاوز اولد قيصري استثنا، لا انت ممكن يا فندم توليدي طبيعي وبرضه بنفس ميزات القيصري وما فيش عيوب القيصريه. دي نقطه مهمه جدا، لان القيصريه اساءت للستات بشكل كبير جدا. انا سببت في مشكلات صحيه كبيره. انا كنت لسه قبل ما اجي حضرتك كنت في مؤتمر اسمه ابر ايجيبت بيتكلم عن حاجات كتيره من ضمنها مشاكل القيصريات اللي بتسبب مشاكل في الرحم والمشيمه الملتصقه والنيش واتكلم طبعا عن المناظير الرحميه برضو، واحدث ما توصل العلم في علاج الامراض وتشوهات وتشخيص امراض الرحم. فطبعا الموضوع ليس فقط على مستوى نحن، لا حديث العالم حاليا الحاجات الحديثه والمناظير والاساليب الحديثه في العلاج في كل ما يخص المراه دي حاجه عالميه. الحمد لله احنا على ارض مصريه حاليا المؤتمر ده بينظمه اطباء الصعيد بحضوره اطباء من جميع انحاء العالم لنشر الابحاث والاستماع للابحاث المصريه في الموضوع. نورتني واسعدتني جدا بهذه القصص المثيره حول، انت كمان قلت في الاخر جزء مهم قوي، ان التابلوك او البي سي اي او الولاده بدون الم جعلت المراه لا تتخذ هذا القرار القديم اللي ما زال مستمر واللي له مساوئ كبيره جدا، وهو ان انا الست تقول لك انا عايز اولد قيصري. طيب القيصريه لها مشاكل عديده جدا جدا، هي لها انديكيشن يعني ساعات في حالات ما ينفعش تولد الا قيصري. طبعا طبعا بلا شك. طبعا دي الحب مش عارف ايه، مش انتوا بتقولوا مشيمه متقدمه او لو والده قيصري قبل كده او لو في مشاكل في الرحم الولد الطبيعي بتكون كارثه ليها طبعا. بالظبط. مفهوم. لكن كانت موضة القيصرية في وقت من الأوقات، بل تفاخر بين بعض الستات وبعضهم، أنا والدة قيصرية. وليه؟ عشان هي خايفة من الألم. طب ما هو إحنا دلوقتي زي ما إحنا قلنا مع التابلوك مع البي سي إيه مع الأساليب والتقنيات دي بدأت تفيد الست أو تفيد الست جدا جدا بدون أن تلجأ إلى قيصرية بلا داعي يكون نتائجها وخيمة ومؤثرة على حياتها بشكل خطير جدا جدا جدا. ضيف العزيز الاسم المتميز دكتور محمود رأفت المدرس مساعد لأمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب بكلية الطب جامعة الأزهر، أخصائي الحقن المجهري مركز الكوثر ومركز النيل، مدير مركز دكتور توائم ورط. وأشكرك شكرا جزيلا على هذه الزيارة الجميلة. عفوا يا فندم، أنا لسعيد جدا وأتمنى إن شاء الله تتكرر الزيارات وتكون حلقات أرجو أن تكون مفيدة وشيقة للسادة المشاهدين، وسعدت جدا بتواجد حضرتك يا فندم. أشكرك شكرا جزيلا، خليكم دايما مع الناس الحلوة. المشكلة في السيناريو ده أن يترك، أنا دايما بحضرتك كنت بتشرح كده بتخيل صخرة عمالة تيجي تقع من فوق وكل ما بتنزل في الصخرة بتزيد حجمها، المشكلة بتكبر لغاية لما وهي بتقع بقى على الإنسان تسحقه يعني أو تسحق الأمل الباقي في العلاج، بتبقى وصلت إلى حجم مهول. لما أنت كان وزنك 120 كيلو 130 كيلو 150 كيلو 160 كيلو جاي بتشتكي من الألم، ده احنا عندنا حته طريفه جدا ان في ناس وزنها وصل الارقام دي كلها ويقول لك انا بعد ما خسيت بدات اتعب، انا ما تعبتش وانا تخين، انا بتعب لما بعد ما خسيت سواء عملت عمليه او تكميم او تحويل او دايت او وات ايفر. ده انا اشوف ايام ما كنت تخين، طب يعني ايه المطلوب؟